خلاف بين سارة سلامة والد الفنان أحمد سلامة بسبب هذه الصور. آه حصل الخلاف؟ لا خالص. أمال؟ لا لا لا، أنا مش عارف طبعا الصور إيه. خليني أشوف أنا وأنت الصور. تمام. راضي عن الصور؟ لا مش مسألة راضي. لا خلينا نبتدي نقطة نقطة. مش رضا يا رنا. بصي، علشان تسيطري على هذا الجيل اللي هو جيل السوشيال ميديا وجيل العالم المفتوح، مسألة قاتلة وصعبة جدا. وفعلا السوشيال ميديا بيربي معانا، مش احنا اللي بنربي لوحدنا. احنا زمان كنا بنربي، عندنا الإمكانية ان احنا نقفل الحنفية في اي وقت، يشوفوا ايه وما يشوفوش ايه. انما دلوقتي هذا الجهاز اللي انا شايفه نقمة على العالم الحقيقة، خلى افكار الشباب منفتحة بشكل وشايفين ان كل حاجة عادي. وانت متربي اصلا بطريقة مختلفة. انا متربي في السيدة زينب. يعني كده من كده لكده. انا بالسيدة زينب. اول ردة فعل كانت منك ايه؟ لا قلت لها ما تعملش كده تاني، انما مش لدرجه خلاف. قلت لها الافكار اللي انت او كل جيلك شايفها تحرر شايفها وانا ما بعملش حاجه غلط وبصور بالظبط. ده بره مش هنا. احنا مجتمع شرقي في الاخر، ومجتمع ما ينفعش نتخطاه. هي وجهه نظرها ان احنا لو عشنا نلبس اللي بيعجب الناس ونعمل اللي بيعجب الناس وبنروح الاماكن اللي بتعجب الناس، ويعني المساله مش هتبقى انا مخنوقه. انا عايز اشوف، انا بتصرف على اساس الناس هتشوفني ازاي، بس انا ما بعملش حاجه غلط. علشان تقنعيها ده اخذ جهد كبير، لود جامد جدا. وهي وعدتني طبعا، يعني زي ما طلعت مثلا في ابن حلال لابسه شورت تمام وتهاجمت، وانا تهاجمت بسبب الحكايه دي. كان اول عمل تعمله ساره، وفي ستايلست للمسلسل، فقالت لها تلبسي كذا كذا. هي ما تعرفش، هي بتسمع الكلام، هي مش فاهمه خالص على فكره. يعني ليه باباها فين؟ ما انت بتوجهها، يعني اذا ما انت اللي وجهتها. لا مش ما اوجهها. قريت السيناريو، ما قريت السكريبت. لا لا لا، السكريبت مش مكتوب فيه الملابس، يعني مش مكتوب فيها لابسه ايه، بس الدور، طبيعة المشاهد. الدور، ما هو طبيعة الدور. طبيعة الدور، طبيعة دورها في ابن حلال ما كانتش طبيعة، يعني ما كانش حاجة خارجة. هي بس اعترضوا على الشورت فقط. اوكي. الشورت يا راجل، ما اولا هي كان عندها 18 19 سنة في الوقت ده، صغيرة جدا. ما عندهاش الخبرة. في ستايلست بتوجهها. هي عبد المأمور قالت لها البسي ده. ضايقك الموضوع على المستوى الشخصي؟ لأنك اتهاجمت برضه. اتهاجمت طبعا. يعني انت كل حياتك الفنية ما اتهاجمت، انت بتتهاجم مؤخر. بس عشان سهرة. انما عشان سهرة. بالظبط. انما انا بحاول بقدر الامكان اعمل كنترول، لان دي طبيعة جيل وطبيعة عصر احنا عايشينه. طب دخلك بالستينات لما كانوا يلبسوا هيك الممثلات؟ كانوا يلبسوا اكتر من هيك. طبعا حمالات وميكرو. وبعدين من اهم الاسماء. ده صحيح. المساله اختلفت الى حد كبير. داخل فيها حاجات كتير قوي يا رغد، يعني داخل فيها ثقافه، داخل فيها تربيه، داخل فيها وتيارات على فكره. وتيارات. تيارات متطرفه. وطبعا وداخل فيها ثقافه كمان. تتربيتي ازاي؟ ايه المينتاليتي بتاعتك؟ عاملة ازاي؟ بتفكري ازاي؟ زي بالظبط اللي بتخش مدرسة بنات وولاد، ما بيطلعش عندها مشكلة مع الولاد خالص. صح. بتعرف تتعامل معاهم. انما لما تبقى مدرسة بنات وفجأة تحطيها في الجامعة فتبقى مع ولاد، فيبقى في مشكلة مع الآخر. بالتعاطي وتقبل الآخر. تقبل الآخر. انت اللي ضايقك بهالمرحلة احمد تحديدا هو الصور والصراعات والنزاعات مع سارة كأب ولا كفنان؟ انه ولو ما انت فنان قد الدنيا، انت لازم تعرف مصلحتها وتوجهها. تمام. ومن ناحيه ثانيه كمان كأب شرقي،
عايش بمجتمع ولا مرة طلعت أي كلمة عليك. صحيح. يعني اتجوزت كتير وعندك قصص كتير بحياتك والله أربعة يعني. بس بس يعني كله في كوم. الأخيرة بقى لأكتر من 20 سنة دلوقتي. خلاص بطل. خلاص بقى. وكان سن لا وبيلبق لك يعني أحمد غير. يعني يا راجل كان سنه طيش وكده وقلة خبرة يعني. يعني اللي بقصده يعني أنه هذا الصراع بين الأب وبين الفنان بالنسبة لك مع البنات قديه كان صعب؟ أنا ما فيش عندي اختلاف كبير بين الأب والفنان على فكرة. الغلط غلط والصح صح في الآخر. أيا كان إذا كنت فنان أو أب يعني. الغلط غلط والصح صح. وأنا ربيت ولادي، أنا عمري ما مديت إيدي على واحدة منهم خالص. عمري في حياتي مش ديكتاتور، بقعد أتناقش لأن الممنوع مرغوب. فمش حاجة أقول لأ. هقول لا ليه؟ ايه اكثر عقاب عملته لساره؟ اني خصمتها. قد ايه؟ بس مش خناقه، ما حصلش مشكله بيني وبينها. خصمتها قد ايه وقت؟ لا مش كتير، انا كمان ضعيف يعني. يعني انا ضعيف كفايه ان ما اقعدش كتير يعني. اللي بحبها طبعا ضايقها الموضوع جدا جدا، لان انا الجايد بالنسبه لها في الشغلانه دي. فكانت حاسه انها تايهه، وهي بتحب تاخد رأيي في كل الحاجات. فبحاول بقدر الإمكان أوجهها، بحاول أزبطها، بحاول أفهمها. بس ده طبع يا أحمد، ده طبع، ده كاركتر. يعني قد ما تحاول، لما بيكون في فكرة شكل عنيدة سارة من البنات اللي عنيدة. مين في الجيل ده مش عنيد؟ إيه بس في ناس بتتمسك بأفكارها من الصعب إنها تحيد عنها أو تغيرها. لا يعني حتى مش بس بهيدا الموضوع. مشاكل وصراعات لإلها يعني. أنا مثلا ولا مرة سمعت عندك مشاكل أنت مع فنانين. عم بفتح تنشوف لسارة منا فضالي مشاكل معها، مع محمد رجب مع مشاكل. بص معي شوف منا حبيبتي يعني. شوف معي الخبر. تريد الشهرة على حسابي. أنا قريت الخبر، حاجة إنه سارة جابت سيرة منا، ومنا قالت أنا ما كانش معايا خبرها وأنا ما أعرفهاش أصلاً، وحاجة زي كده. فمنلاقي برضو اسمها موجود بخلافات ونزاعات وصراعات. بص يا رجل، أنا ما بصدقش قوي السوشيال ميديا بصراحة، لأن منا حبيبتي وبتتصل بيها طول الوقت، وما فيش مشاكل بينها وبين سارة. ممكن ما هو بصي، عايز أقول لك حاجة. انت لما تعملي فوكس على حاجه قوي بتديها اكبر من حجمها. يعني انا ممكن اقول اخرج من برنامج اقول رغم مثلا والله ما دارتش الحوار، كان في جزئيه ممكن تديرها احسن من كده، فيجي لك انت الخبر انه يطلع كبير جدا. وخلي بالك على بال الكلمه ما بتتنقل من واحد لواحد 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 بتكون بقت 100، ما بقتش الكلمه اللي اتقالت. فمنا حد جميل ولطيف واشتغلنا مع بعض كتير، وسارة حد مهذب برضو، مش ممكن تبقى كلمة عفوية اتقالت في حاجة، إنما مفيش الخلافات يعني اللي هو وصلت للنقابة وتحقيق. هم لا مش ضروري توصل يعني، مفيش يعني في كتير يعني خلافات ما بتوصل والله كل الخلافات بتوصل.